السلام عليكم متابعين قناة فيروس يونكس، حلقة جديدة معاكم اخوكم من ستيت، وحلقة النهاردة ان شاء الله الحلقة الخامسة من سلسلة تعليم الاختراق الداخلي والخارجي من خلال الميتا سبلويت. حلقة النهاردة ان شاء الله نشرح شرح عملي ان احنا نعمل بنتريشن تيستنج، اختبار اختراق على جهاز مثلا كتارجت، ده هدف مثلا هنشتغل عليه، نعمل اختراق داخل الشبكة. فتعالوا نشوف ازاي هنعمل البايلوت، بعد كده نبدأ ان احنا نبعته للجهاز ده، بعد كده نفتح الجلسة، وبعد نشرح لكم برضو بعض الاوامر بتاعة التحكم في الجلسة، او ان انت ازاي تتحكم في الجهاز بشكل كامل. فعشان وقت الفيديو يلا بينا نبدأ. لو جينا في الأول خالص نعمل بايلوت مثلا بالـ MSF فينوم، هنبدأ إن احنا نقول MSF فينوم بالشكل ده داش بي، اعملي لي بايلوت. البايلوت ده هيكون اندرويد ميتر بريتر، بعد كده ريفرس تي سي بي. هنعمل بقى البورت والهوست اللي أنا اتكلمت عليهم قبل كده. أول حاجة هنبدأ إن احنا نقول الهوست بالشكل ده، الهوست الحروف كلها لازم تكون كابيتال يا شباب، الهوست بالشكل ده. بعد كده هتعمل يساوي، وبعد كده هتحط الهوست. الهوست ده حضرتك المقصود بيه الاي بي. هنجيب الاي بي منين؟ هنبدا ان احنا نعمل امر اف كونفيج بالشكل ده، وهنبدا ان احنا ناخد الاي بي. الاي بي بتاعي كام؟ 10.0.0.66، مفيش اي مشكله. هبدا ان انا اخد الاي بي ده، بعد كده هبدا ان انا اقول له 10.0.0.66. كده الاي بي الداخلي بتاعي، انا مش هحتاج اي بي الداخلي بتاع الشخص اللي معايا على نفس الشبكه، لا انت بتستخدم الاي بي الخارجي بتاع الشخص اللي خارج الشبكه. داخل الشبكه حط الاي بي بتاعك انت بس، تمام؟ وده اللي هثبته لكم. الاي بي بتاع الجهاز اللي انا شغال بيه اللي هو ده عليه اي بي 66، الاي بي بتاع الجهاز ده 62، ملوش اي علاقه بالاي بي ده خالص، ولكن على نفس الشبكه. فانا هعمل البايلوت من هنا وابدا ان انا ابعته للجهاز ده، هيشتغل على الاي بي اصلا اللي انا سحبه في الجهاز ده. فهمت الفكره؟ يعني مش محتاج ان انت تحط الاي بي الداخلي بتاع الشخص اللي معاك على نفس الشبكه، لا حط الاي بي بتاعك انت، تمام؟ طيب بعد كده نبدا ان احنا نقول له البورت، بعد كده نقول له برده يساوي بورت 4 4، تمام؟ طيب بعد كده داش او، اعمل لي اوت بوت، حط لي البايلوت ده في مسار معين. المسار ده هيكون على الاس دي كارد بالشكل ده، بعد كده هنسميه مثلا 1 2 3، بعد كده دوت اي بي كي، تمام؟ ده البايلوت بتاع الاندرويد. هنعمله، هندوس على انتر، هيبدا البايلوت يتعمل ويبدا ان هو يتحفظ على الملفات، تمام؟ طيب هناخد البايلوت هنبعته للضحيه، ونبدا ان احنا نفتح جلسه من الميتا سبلويت. هنفتح جلسه ازاي يا عم تيتو؟ نتحكم في الجهاز ازاي؟ ركز معايا. اول حاجه هنبدا ان احنا نروح على الميتا سبلويت، وهنبدا ان احنا نقول يوز، بعد كده اكسبلويت بالشكل ده، بعد كده هنقول له مالتي هاندلر، تمام؟ مالتي هاندلر، تمام. طيب استخدمنا الاكسبلويت ده، هنقول له سيت، بعد كده بايلوت، اعمل لي سيت للبايلوت بتاع الاندرويد اللي انا قلت لكم عليه من شويه ده، اندرويد ميتر بريتر ريفرس تي سي بي. طيب تمام، عملت لك سيت للبايلوت ده، هتبدا ان انت تعمل لي سيت. بعد كده هقول له لي الهوست، الهوست اللي انا هجيبه منين او هوصل له ازاي؟ الهوست اللي انا قلت لك الاي بي، انا اشتغلت على الاي بي كام اللي في البايلوت؟ 10.0.0.66، هقول له 10.0.0.66، سيت الهوست، بعد كده 10.0.0.66 الاي بي الداخلي بتاعك، تمام؟ طيب عملنا ايه للهوست الاي بي بتاعنا؟ خش على البورت سيت، بعد كده البورت، بعد كده 4 4، ما تعملش هنا يساوي، يساوي بتعملها في البايلوت في البدايه بس، تمام؟ طيب خلصنا، اعمل رن او اكسبلويت. طيب عملنا رن او اكسبلويت، قال لك ان الجلسه بدات هنا. هنبدا ان احنا نوصل البايلوت بالجهاز ده، طبعا لازم انا اعمل تيست قبل ما اصور عشان وقت الفيديو. هنبدا بس ان احنا اول حاجه نفتح الجهاز ده كده، تمام؟ ده البايلوت، لو خدتوا بالكم البايلوت اهو، هبدا بس ان انا افتحه وادوس عليه، خدوا بالكم هتلاقي الجلسه اتفتحت معايا، تمام؟ طيب الجهاز ده انا قفلته، مش محتاج منه حاجه تانية، خلاص كده هو كده 100 100. هبدا ان انا ادخل على الجلسه، كده الجلسه فتحت معايا بدون اي مشاكل. هعمل امر هيلب، تمام؟ ساعدني، هيبدا ان هو يجيب لي كل الكومنتس الموجوده على الجلسه دي، اقدر ان انا اتحكم في الجهاز ده. طيب تمام، دلوقتي انا عاوز اشوف البرامج اللي شغاله على الجهاز ده، او مثلا عاوز اوصل لي كل البرامج الموجوده على الجهاز. هعمل امر مثلا يقول لك هنا الكومنتس وهنا الديسكريبشن، مثلا اب اندرسكور انستول، ابدا ان هو يجيب لك كل الابلكيشنز اللي متثبته على الجهاز. لو انت مثلا عاوز تجيب كل الابلكيشنز الموجوده على الجهاز، تبدا ان انت تجيبها بالاب ليست. لو انت عايز تعمل انستول، بتحط برضو السورس بتاع او الباكج بتاع الابلكيشن، تبدا ان انت تثبته على الجهاز. ولو انت حابب تعمل الغاء تثبيت لابلكيشن معين، بتعمل اب اندرسكور ان انستول، تبدا ان انت تلغي تثبيت الابلكيشن ده، لكن بتحط الباكج نيم بتاعه، تمام؟ بتلاقي برضو هنا الديسكريبشن بتاعه. يعني مثلا لو جيت تعمل اب بعد كده اندرسكور مثلا مثلا رن، تمام؟ ابرون مثلا،
فيبدا ان هو يجيب لك الفكره بتاعته، بيقول لك ان انت عشان تستخدم بيبدا ان انت بتحط الاب ليست، او مثلا بتحط الكوماند اللي انت عايزه، بعد كده الباكج نيم. يعني مثلا هنا بنحط اب رن، بعد كده بنحط الباكج نيم، هو بيوضح لك تستخدمها ازاي. طيب عايزين اوامر ثانيه مثلا زي الويك لوك، لو انت مثلا عاوز تعمل انيبل ديسيبل للويك لوك اللي هو الاف، مثلا لو انت عايز توصل ل اكتيفيتي ستارت، لو انت عاوز توصل للاكتيفيتي ستارت مثلا تفتح رابط معين مثلا من الجهاز، عاوز تعمل تشيك روت، لو عايز تشوف الجهاز ده عليه روت ولا لا، بتبدا ان انت تعمل تشيك بالشكل ده اندرسكور، بعد كده بتقول له روت، عايز اعرف الجهاز ده مروت ولا لا، قال لي ديفايس از نوت روتد، الجهاز ده مش معمول له روت. لو انا مثلا عاوز اعمل دمب اس ام اس، ببدا ان انا اقول له دمب بالشكل ده دمب، بعد كده اندرسكور، بعد كده اس ام اس بالشكل ده، يبدا انه يسحب لي كل الرسائل ويحفظهم لي في ملف معين، الملف ده موجود على المسار ده، ببدا ان انا اعمل كات واحط اسم المسار ده، يبدا انه يتفتح معايا، بعمل اديت وبحط اسم المسار ده بيتفتح معايا، بيوصل لي كل الرسائل. من هنا بنقدر نسحب حسابات الفيسبوك او اي حسابات مرتبطه بالموبايل. لو عايزين نبعت رساله مثلا بنبدا ان احنا نعمل سنت، بعد كده اندرسكور، بعد كده اس ام اس، تمام تقريبا الامر كده. طيب بعد كده بيجيب لك الاوبشنز، بتبدا ان انت تحط داش دي، بعد كده بتبدا ان انت تحط الرقم، بعد كده بتبدا ان انت تعمل داش دي، بعد كده بتحط التكست بتاعك وبتبدا ان انت تعمل ارسال، وفي شروط بتحددها اللي هي ان انت تستنى عشان يوصل لك ريبورت او اعاده رد مثلا بان الرساله وصلت ولا لا، فبتبدا ان انت تعمل داش اوف، تمام. طيب عندنا ايه تاني برضو؟ اوامر كتيره جدا تقدر تستخدمها، معظمها مبنيه على الشيل سكريبت او لينكس، تبدا ان انت تستخدمها زي امر كات مثلا، ان هو يعرض لك ملف او يفتح لك ملف نصي، امر سي دي دخول للملف مثلا، زي مثلا لو عاوز ادخل على الدايركتري او المسارات بتاعه الجهاز الملفات بتاعته، هعمل سي دي، بعد كده الدايركتري، هبدا ان هو يعرض لي الدايركتري، وعملت ال اس هبدا ان هو يعرض لي كل المجلدات اللي على الجهاز نفسه، عاوز ادخل على الاس دي كارد، هبدا ان انا اعمل سي دي، بعد كده اس دي كارد بالشكل ده، هبدا ان هو يجيب لي الاس دي كارد، هعمل ال اس هيجيب لي كل الملفات الموجودة على الاس دي كارد، عاوز افتح مثلا اي فايل منهم، هبدا ان انا اعمل سي دي، بعد كده اختار مثلا اي ملف، اي ملف مثلا دي سي اي ام، مثلا دي سي اي ام، هبدا ان انا اعمل ال اس، هيجيب لي ان انا في الدايركتري ده، يجيب لي كل الملفات اللي فيه سواء صور او اي حاجه ثانيه، دي كلها طبعا حاجات خاصه بالباش سكريبت، ان انت بتتحكم مثلا في ريد ورايت، لو انت عاوز تكتب عليه او تعدل عليه او تحذفه او تعمل فيه اي حاجه تقدر تتحكم فيه. اعمل مثلا سي دي نقطتين عشان تخرج ترجع خطوه ورا، هتعمل مثلا سي دي نقطتين ثاني عشان تخرج خطوه ورا، هنعمل ال اس، هبدا ان انا استعرض لي الملفات. لو جيت مثلا نعمل امر هيلب تاني، اول ما تتوه هتلاقي اي مشكله واجهتك اعمل امر هيلب بس، هيجيب لك كل التفاصيل. طيب نقدر نوصل برضو للويب كام ستريم، ان احنا نفتح بلاي فيديو ستريم فروم من الجهاز، يعني من الويب كام، ان انت تفتح فيديو من الويب كام على طول، في نفس الوقت برضو ان انت تعمل تيك سناب شوت مثلا من الجهاز بتاعه اللي هي ويب كام سناب، تقدر برضو تعمل ريكورد ميكروفون، تقدر ان انت تعمل ريكورد اوديو فروم ذا ديفولت ميكروفون، تقدر تحدد ثواني معينه اللي هو الاكس ده، تقدر تحدد كام ثانيه عاوز تسجلهم من الميكروفون بتاعه تسجل له حاجات كده شبه الراد. لو جينا مثلا نبص على السيس انفو، سيس مثلا بعد كده انفو بالشكل ده عشان الانفورميشن بتاعه الجهاز، اندرويد 6، لينكس اي ار ام في 71، جاب كل التفاصيل بتاعه نظام التشغيل. طيب ده كده باختصار ازاي تتحكم في الاندرويد من خلال البايلوت. مش حابب اطول اكتر من كده، ومش حابب ان انا اوضح اكتر من كده، عشان بجد انا حاسس ان الفيديو ده هيتحذف، ولكن لو اتحذف ان شاء الله هنزله على التليجرام. فده باختصار الفيديو، لو انت عندك اي استفسار ولا اي طلب سيبه في كومنت تحت الفيديو، لو انت عندك اي تفاصيل حول الموضوع ده تقدر برضو تناقشها او تسال في جروب بتاع المتابعين، هتلاقي هناك اسئله واجابات للاسئله. في نفس الوقت برضو لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تشترك وتفعل الجرس، عندك اي استفسار ولا اي طلب سيبه في كومنت تحت الفيديو، بتمنى الفيديو يكون عجبكم، نشوفكم في حلقه جديده من قناه باير 7. السلام عليكم.